السلام الله عليكم، مرحبا فيكم، معكم اخوكم ثائر الصالح. هاي الحلقه راح نتكلم فيها عن تصفيات كاس امم اسيا الجوله الثانيه. راح يكون محور الحلقه المنتخب الفلسطيني يسحق المنتخب اليمني بخماسيه، والمنتخب الكويتي يرد اعتباره برباعيه امام نيبال، والمنتخب الاردني يعزز حظوظه بالتاهل بفوز صعب على منتخب اندونيسيا، اما المنتخب البحريني باقل مجهود ينتصر على منتخب ماليزيا. طالما وصلك هذا الفيديو اتمنى تخبط لنا اللايك المتين، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تشرفني وتشترك في القناة. جاهزين؟ انطلقنا. خلينا نتكلم عن اول مباراة معانا اليوم، المنتخب الاردني والمنتخب الاندونيسي. المنتخب الاردني عانى الامرين بفوز على المنتخب الاندونيسي. بهذا الفوز المنتخب الاردني بيحتل رصيد 6 نقاط، يلي المنتخب الكويتي ب3 نقاط، والمنتخب الاندونيسي ب3 نقاط، والمنتخب النيبالي دون اي نقطة. نتكلم عن النقاط المهمة. فوز المنتخب الاردني، المنتخب الاردني لغاية الان وانا بحكيها طلع على ثاني شعار وانا بحكيها، المنتخب الاردني ما عم بيقدم افضل اداء عم نشوفه. منتخب الاردني بيلعب بافكار عفا عليها الزمن. عدنان حمد لازم تطور من اسلوبك يا اخي، والله الزقنا واحنا بنحكي هذا الاسلوب ما بينفع اللاعب الاردني. 4-1-4-1-4-3-3 ما بينفع اللاعب الاردني. بالدوري الاردني كل الفرق الاردنية بتلعب ب4-2-3-1، يعني اللاعب الاردني لما انت تلعبه في الدوري بشكل وتلعبه مع المنتخب بشكل تاني باسلوب تاني بانك تعطيه واجبات تانية راح يواجه صعوبة. نقطة ثانية، كل الاحترام للكابتن بهاء عبد الرحمن، ولكن اللاعب كبر بالسن. لاعب الوسط الدفاعي لازم يكون لاعب حركي، لاعب عنده ميزة نقل الكرات، ميزة بناء الهجمات. لاعب بهاء عبد الرحمن لاعب كبر بالسن ما بيقدر يعطي اكثر من هيك. المفترض انك انت يا برجع عايد يا احمد سمير بهذا المركز. هاي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه، محمد دميري يا اخي انا عمري ما شفت واحد عمره 38 سنه بتلعبوه ظهير، يا اخي هو الفيس. يا اخي انا ما بقلل من قيمه اي نجم، ولكن بنبين على اللاعب كبر بالسن ما في مرونه بالحركه. مو الفيس هو دميري، مو الفيس لحتى انك تضلك تلعب فيه ظهير. ما بعرف المنتخب الاردني افكار جدا جدا عقيمة. ترى هذا كله اللي احنا شايفينه ما فينا نبني عليه مستوى منتخب، ولكن بكأس آسيا راح تقابل منتخبات قوية، راح نطلع بفضايح كبيرة لو لعب المنتخب الاردني بهذا الشكل. يعني خلينا نقول واضحين صريحين، المنتخب الاردني عم بيفوز ولكن عم بيفوز بصعوبة. في عنده مباراة مهمة قدام المنتخب الكويتي، طبعا المنتخب الاردني بيكفي التعادل لحتى يتأهل، ولكن في حال يا سمح الله خسر امام منتخب الكويتي لازم المنتخب الاندونيسي ما يفوز باكثر من 3 اهداف امام المنتخب النيبالي. يعني المنتخب الاردني لازم تعادل او فوز على منتخب الكويت، الخساره نتائجها غير محموده لانه المنتخب الاندونيسي بده يقابل اضعف منتخب في البطوله اللي هو منتخب نيبال، ومتوقع ان المنتخب الاندونيسي بالاداء اللي شفناه قدام الكويت والاداء اللي شفناه قدام الاردن راح يحقق نتيجه محترمه على منتخب نيبال الضعيف. هذا الكلام ينقلنا للمباراه الثانيه اللي هي مباراه المنتخب الفلسطيني والمنتخب اليمني. المنتخب الفلسطيني سحق المنتخب اليمني بخماسيه بيضاء. بصراحه المنتخب الفلسطيني اليوم كشر عن انيابه باداء هجومي راقي، سرعه بتحولات، سرعه بنقل الكرات، سرعه بالافكار الهجوميه اللي طبقها المنتخب الفلسطيني. المنتخب اليمني اللي شفناه اليوم عكس اللي شفناه قدام الفلبين نهائي، منتخب يمني سيء بشكل لا يتصور عقل، منتخب مستسلم بطيء جدا في بناء هجمة، غير قادر على التمركزات الدفاعية، في عنده مشاكل واضحة في الوسط الدفاعي. شفنا منتخب فلسطيني بيوصل المرمى بأقل مجهود ممكن، في ضعف واضح عند المنتخب اليمني. والف مبروك للمنتخب الفلسطيني، قربوا بشكل كبير انهم يتأهلوا لكأس امم اسيا. هذا الكلام يقلنا مباراة منتخب الكويت والمنتخب النيبالي. المنتخب الكويتي كشر عن انيابه باداء رائع راقي جنوني. المنتخب الكويتي حاول انه يرجع مستواه مع منتخب النيبالي. طبعا منتخب النيبالي واحد من اضعف الفرق اللي موجودة، هذا مش بقياس المنتخب الكويت، ولكن فوز بيعطيهم حافز كبير لمواجهة المنتخب الأردني. بيكفي منتخب الكويت الفوز بأي نتيجة على المنتخب الأردني حتى يضمن تأهله إلى كأس أمم آسيا.
هذا الكلام يقول المباراة الأخيرة مباراة البحرين وماليزيا، المنتخب البحريني فاز بأقل مجهود ممكن بالرغم من أنه المنتخب الماليزي كان أداؤه أفضل، المنتخب الماليزي كان أداؤه أقوى، ولكن ردات الفعل اللي عند المنتخب البحريني كانت جدا قوية، أثمرت عن فوز بهدفين لهدف. وبهيك بتنتهي حلقتنا، وطالما وصلك الفيديو أتمنى تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات، تضغط لايك للفيديو. سلام.